ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن عبر الأقمار الصناعية الكاتب والمحلل السياسي يسري حسين. مساء الخير أستاذ يسري. طبعا مثل ما صرح سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، قطر تحولت إلى ملاذ آمن لعدد كبير من الإرهابيين المدرجين على قائمة الإرهاب للأمم المتحدة وواشنطن أيضا، والذين أشعلوا الحرائق في عدد من الدول ومولوا وقدموا الإرهاب على الأمن في تلك الدول. هل حان وقت الملاحقة القانونية والأخلاقية لوقف هذا المشروع المشبوه في المنطقة؟ طبعا قطر عبر سنوات كانت بتحشد كل تلك العناصر الإرهابية وتستضيفهم وتقدم لهم تسهيلات للهجوم على دول شقيقة ودول مجاورة بهدف تفتيت بنيان كل دولة وتحريك نزعات الغضب والتمرد بدعوى الديمقراطية، والديمقراطية بريئة تماما من هذا التحريك، لأن الهدف هو يعني تدمير البنى الوطنية، لأن قطر يهيمن عليها مفهوم أن الدولة الوطنية هي دولة استبدادية ولابد من تفكيكها. وهذا الكلام يقوله عزمي بشارة في كل كتاباته ومواقفه. نعم. الدولة الوطنية بالنسبة لهم دولة فاشلة ولابد القضاء عليها، والنموذج الذي تحقق هو في ليبيا وأيضا في سوريا وفي اليمن، وكان الهدف أيضا إسقاط النظام في مصر وأيضا البحرين، كان هناك استهداف واضح لمملكة البحرين وتحريك بعض العناصر والتخفي وراء أسماء وهمية وتحريك الشارع من أجل فعلا إسقاط النظام، لكن الشعب البحريني فعلا تمسك بقيادته وبنظامه. نعم أستاذ يسري. الخيار القطري هو الانتحار بعينه، فما قاله سفير دولة الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة بالتأكيد هو يعبر عن الحقيقة كاملة. فقطر أصبحت قوة تدمير على مستوى الخليج ومستوى المنطقة، وهي حلت كل ذلك خلال مشروع ظلت تبنيه لعشرين عاما. نعم أستاذ يسري، في هذه النقطة واعذرني على المقاطعة أستاذ يسري، وصفهم بأنهم معارضين. أستاذ يسري، كيف شخص معارض أن يقتل في الشارع ويتهجم على حكومته وعلى نظامه وعلى برلمانه ثم يفر إلى الدوحة ويجد الأمان والإطمئنان؟ فهناك شخصيات واضحة صدرت عليها أحكام في مصر وعدة دول لارتكابها. نعم. جرائم قتل وجرائم تدمير وتفخيخ وتحريض الشباب بالذات على القتل وإيهامهم أن هذا هو الجهاد. يعني تم تسويق أفكار الشيخ يوسف القرضاوي المدمرة أن هذا هو الجهاد، أن تدمر نفسك في الآخرين وتدمر مجتمعك، بينما الجهاد الحقيقي أن تبني جامعة، أن تبني مستشفى. فكان على قطر التي توفرت لها يعني مداخيل مالية ضخمة جدا أن تستخدم هذا المال من أجل الخير الإنساني، أنها تفتح جامعات، أن تساعد في اليمن أو تساعد في المغرب أو في الدول الفقيرة، لكنها على العكس جندت الشباب من أجل تدمير تلك الدول، وبس أيديولوجية فاسدة تماما ليس لها علاقة بالإسلام من قريب أو بعيد، نظرية تدعو إلى تدمير الدول، والإسلام يدعو إلى إعمار الأرض، لكن الشيخ القرضاوي عمل نظرية فاسدة هدفها تحريك الشباب وزرع الأوهام في عقولهم ودفعهم لتفجير نفسهم في أوروبا وفي مصر وفي بلدان عربية كانت فعلا تتمتع بنوع من الاستقرار، والآن تتعرض لهذا الطوفان من التدمير. نعم أستاذ يسري حسين، عذرا على المقاطعة لضيق الوقت، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.